بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى ذلك خير. لا إله إلا الله. يذكر سبحانه وتعالى منة للعباد أنه أنزل عليهم هذا اللباس، كما صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث قدسي مشهور، حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. فالله سبحانه وتعالى هو الكاسي وهو المطعم وهو المطعم وهو الهادي وهو الموفق وهو الرازق سبحانه وتعالى. إذن هناك لباس آخر ينبه عز وجل عليه. فإذا كان الإنسان يواري سوآته وعوراته في الدنيا بلباس حسي من قماش أو غيره، فما الذي يواري سوآته يوم القيامة؟ ما الذي حقيقة يجعله مستورا يوم القيامة إلا لباس التقوى؟ فيقول: ولباس التقوى ذلك خير ذلك خير. فأسأله سبحانه وتعالى أن يلبسني وإياكم لباسا من التقوى يسترنا يوم القيامة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.وذكر.net.